مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم مع فكرة في هذه المحاضرة. عنوان الفيديو تبعنا اليوم ان شاء الله اللي هو تمارين التنحيف الرجلين مع تقوية الرجلين، فتابعوا. يعني قبل ما نبدا التمارين نبدا اول شيء اللي هي التراس، تجهيز العضلات. ماشي، نبدا هون رجلي اثنتين اصابع شيء لما تفتح رجلي اثنتين من البدء تفتح تكون زيادة عن مستوى الكتاف، لا تفتح كثير ولا تسحب ولا تسحب، يعني تفتح ضيق بس تحت خفيف. حنشتغل بس يعني دقيقة، المفروض انه هي اكثر، هاي انا دقيقة بضغط هون تحت 1 2 3 4، طبعا كل تمرين حنشتغل 15 ثانية. حافظ على رجلين من كل مستقيمات بهذا الشكل، بنزل هون يمين بضغط 1، طبعا اللي بيقدر يوصل بركبه يحاول يوصل، بنزل 1 2 3 4 5 6، في ناس ممكن توصل هون في ناس الى هون، ما في مشكلة بس حاول تشد على الأقل شوي، ورجل حافظ عليه مستقيمين، حولنا على الثانية برضه بضغط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عدينا 15، بلم رجلي هون بهذا الشكل، اصابع الثنتين اللي امام بفتح ركب للخارج بهذا الشكل، بضغط هون لازم اضغط للاسفل، اخذ بكواعي اخذ ركب للخارج واضغط للاسفل، واحد هون طبعا لازم ايش يصير عندي شد ما كنت راح لازم يصير شد، بضغط 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 بضغط، باجي هون في صار بضغط فيه 15 عدد بحول عكس هون 15، خلصنا 15 بس حفو بضغط هون خفيف 1 2 3، لميت رجلي وهون بلش اضغط فوق 2 خفيف، ضغطت 15 عدد 15 عكس وهون 15 عكس عكس للفئة. الان رح نشتغل شوية تمارين اللي هي اول شوية تسخين شيء بسيط، بعدين نبدا مباشرة نباشر التمارينات. التمارين طبعا خفيفة، بعدين نبلش بالاصعب ثم الاصعب، شيء بسيط رح ناخذ بس 10 تمارين، فبدا خفيف هون على الامام، شوف مع تحريك رجلين بقي هون يعني مع حركة الرجلين، طبعا من بعد 30 ثانية، مع حركة الرجلين لازم يكون النفس معي. طبعا لازم النفس يكون متحرك، كمل معي كمل كمل، هي انا بعد الان 30 ثانية، وانا بشتغل لازم ايدي الثنتين يكونوا فوق بهذا الشكل مع الحركة هون. طبعا كعب مرفوع على الارض، حركة الثنتين يمين يسار الامام، واذا كان وزنك عالي لا تشتغل هذا الشيء، اشتغل بس مجرد هون تحريك بسيط اذا كان وزنك عالي. الان انهينا هاي، نيجي مباشرة اللي بعد برفع ركبة شيء بسيط هون خفيف واحد. ايدين اثنتين فوق مع النفس. طبعا كان مش صار الارض برفع ما برفع المنتج كامل، برفع شيء بسيط. بكمل 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 هون ها تمام احسن ها. بحرك بحرك فوق 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 فوق، حاول ارفع شوي تمام احسن ها. اثنين واحد. بسرع كمان 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 احسن ها. انهينا هون تمام. الحين نيجي للجوله الثالثه، احنا نشتغل من هون، طبعا بناخذ 15 ثانيه واحد 15 ثانيه واحد 15 ثانيه واحد، يعني مثل جولات كل جوله جوله 15 ثانيه. الحين ببدا هون طبعا على الاقل 15 ثانيه لو وقفت الفيديو، باجي هون في فرق واحد هذا الشكل هون مع نفس اثنين يمين يسار، ممكن اخذ يمين يسار هذا الشكل، ممكن اشتغل من مكاني، لو وزنه عالي اشتغل من مكاني شيء بسيط بس، لا خلف هون، ايدي الحين ارفع كمان افضل. حاول يرفع ما افضل تمام. انهينا الان شوي سخن الجسم، الان بعد ما انهينا التسخين نجي على السريع التمرين الاول، نبدا التمرين الاول يبي تنتين هون على الجدار، رجلي للجنب رجلي اليمين للجنب خفيف هون واحد، بعد 30 ثانيه 2 3 4 5 6، اللي ما بيقدر هون بينزل كامل ما في مشكله، واحد بيطلع اثنين عادي، اللي بيقدر يشتغل نص نص هي الاصعب شوي نص نص ماشي. انهينا هون طبعا حنشتغل 30 ثانية نكمل هون نرجع للجهة الثانية، طبعا انت وقف الفيديو تبدا الجهة الثانية تشتغل الثانية، هي هون 30 ثانية، انا ما راح التزم بالوقت كثير اللي هو 30 ثانية مشان الفيديو يكون قصير ماشي. بطلع فوق ها بعد فوق تحت فوق تحت، بطلع هون فوق تحت فوق تحت، طبعا يا حكيت بنزل كامل او بشتغل نص ونص، برجع لك حسب تحملك انت. باجي التمرين الثاني، ايدي الثنتين هون على الجدار هذا شكل واحد، رفعت رجلي من هون اشتغل هون 30 ثانيه، واحد اثنين بحاول انه كتافي للامام يكون كتافي للامام مستقيم تمام، من هون واحد هون واحد هون 2 3 4 5 6 7 8 9، ممكن واحد يشتغلها من تحت يعني نزل كامل وطلع برضه بسيط، بس اللي من نص لنص اصعب شوي، ممكن كوقت تشوفه سهل بس لكن هي في ضغط على العضله بتكون اكثر. باجي هون 1 2 3 4 5 6، او انك تشتغل كامل برضه بصير، اشتغلها هون 30 ثانيه 30 ثانيه،
بيجي التمرين ذاك بيشتغل التمرين للبقر او سموهم السعودية الجرابيع. فيطلع هون واحد لين اثنتين على الجدار واحد رفعت الآلة بتاعك بشتغل هون واحد اثنين هون بعد ايش 30 ثانية 3 4 5 6 7 8 9 شوف واحد اثنين ثلاث ما بنزل كامل بضل بالهواء بضل بالهواء بعد 30 ثانية. طبعا هذا التمرين ممكن تشتغل جولة جولتين حسب جسمك انت. بس التمرين اللي بعده هذا التمرين اللي التمرين الرابع اللي عنده مشكلة في الركبة ما يشتغله باجي هون بفتح معي رجليك اثنتين هذا الشكل. طبعا القدمين زوايا اول شيء تفتح رجليك هي تزوي يعني القدم هون الركبة تكون خط مستقيم يعني على القدم ها الركبة تكون خط مستقيم على القدم هون القدمين هون زوايا هذا الشكل اللي اثنتين فوق ببدا هون ضغط بدي اطلع انزل شوف واحد جلوس وبطلع فوق واحد هون اثنين احسن ها ثلاث تمام اربعه فوق خمسه ست سرع سبعه تمام. طبعا انت شغال التمرين لازم تكون تفوت ايش ظهرك لازم ظهرك بهذا الشكل يكون مستقيم بهذا الشكل هيك يعني ما انزل هيك ماشي مشان ما اروح وزن على بعض. طبعا من ضمن التمرين ممكن اشتغل بهذا الشكل حق الاهداف ان شاء الله حنضبط الاسبوع في الاهداف الان انا هون خلصت واحد هذا الشكل اثنين ها ثلاث أربعة اشتغلت 30 ثانية الآن بجي للتمرين اللي بعده. طبعا هذا التمرين راح يكون خفاف شوي بس في ضغط على العضلة خفاف بالنسبة للمتقدمين اللي هو الابتدائيين ممكن يشوفوه صعب شوي. بنام على الأرض كامل هون واحد الآن حشتغل 30 ثانية بدي أرفع حوضي كامل فوق بدي رجلين القدمين على الأرض واحد تطلع فوق واحد اثنين. طبعا الفكرة إني أوصل لأقصى مدى مش إني أسوي هيك هيك ما راح أستفيد لازم أطلع فوق واحد هون اثنين ثلاث ها اربعة اذا هون هذا الشكل ها خامس ضعف كامل للي متقدم حاب يزيد شوي قطع عرس الاصابع واحد هون اثنين هون بصير اغلب الضغط على الاهداف وعلى الفخذ من تحت. انهينا التمرين خمس نيجي للسادس بس بعد طبعا برضه بعيدها 30 ثانية من هون شوف قطع فوق كامل واحد بفرد رجلي اثنتين اللي عنده مشكلة في الركبة لا يشتغل برفع هون شوف جسمي مرتفع على الارض ماشي خلص مرتفع ايدي الاثنين على الارض بطلع خفيف زي كني قاعد امشي رجلي الاثنين مستقيمات واحد هون اثنين ثلاث اربعه بدون ما انزل رجلي بدون ما او جسمي بدون ما انزل اسفل الظهر او المخرع على الارض لازم اكون رافع جسمي كامل واحد فوق اثنين بنزل رجلي بطيء ثلاث اربعه خمس تمام احسن ها سيت كمل يلا سبعه تمام. الان اشتغلنا هيك 30 ثانية نيجي للي بعده باجي هون شوف ليش يمكن على واحد برفع الحوض يحط الحوض لحد ما بدي اربطه مع حتة الرجل الان بحرك رجل يمين مع الحوض ها بطلع فوق واحد شوف رجل واحدة على الارض بس رجل اليسار على الارض او اليمين انت حاول انك تبدا فيها نبدا الان 30 ثانية من هون واحد شوف مع طرفك ها اثنين ثلاث اربعة هون خمسة واحد هون اثنين ثلاث أربعة طبعا سرعة الحركة بترجع لك إذا لا تتعلم تشتغل صح أو تشتغل سريع مش عارف لسه اشتغل بطيء يعني هون واحد طبعا أهم شيء اللي هي رفعة الخصر رفعة الخصر مع ضربك واحد هون اثنين ممكن واحد مثلا يثبت رجله ويطلع هون برضه بصير أهنا 30 ثانية بجيب الرجل الثانية واحد هون نفس الشيء واحد هون اثنين ها ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية تيس اها احسن واحد هو تمام ها كم اثنين ها ثلاث اجيب 30 ثانية طبعا اذا انا ما راح انزل حكيت في الوقت مشان يكون الفيديو قصير وقف الفيديو كمل 30 ثانية نرجع نستكمل اللي بعدها الان التمرين اللي بعده اطلع من هون شوف يمين يسار واحد ما راح الخوف اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة هون ثمان ها شوف كيف واحد هون اثنين ثلاث أربعة خمس نيجي الآن التمرين اللي قبل الأخير شوف حبعد كامل على الأرض واحد رجلي اثنين على الأرض واحد أرفع رجلي شوف واحد شوف القدم سحبها للخلف ماشي بعد طبعا 30 ثانية واحد هون اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية تيس طبعا هذا التمرين بشتغل جولتين حسب أنت إذا بتقدر تشتغل جولتين أو جولة واحدة اشتغلت أول جولة جولة ثانية كل ما تشتغلها تطلع من الكعب تنزل من أصابع واحد اثنين ثلاثة أربعة ها خمسة ها تمام ست ها سبعة ثمانية تسعة ها عشرة إذا وأنا طالع إيش بسحب بطلع الكعب برجل الخارج ولا نازل بنزل الأصابع للأمام مفهوم واحد وبنزل إيش؟
اثنين طبعا رح يصير عندك ضغط في الفخذ ما في مشكله. نجي للتمرين الاخير الان واحد بزع الكوع شوف كيف واحد هون هاي طلعت هون هذا الشكل طبعا ايش مسايد اللي في الارض بس اصابع رجلي والكوع بس هذا الشكل واحد زي هيك زي هيك او ترفع هيك ببدا فيه شوف مسك رجلي ببدا فيه واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد ها اثنين ثلاث اربع رجلي لما تطلع ما بثنيها بضل مستطيع واطلع شيء بسيط كاني قاعد اخذ خط خط بسيط ماشي هذا الشكل ها من هون نلف هيك هذا الشكل شوف واحد ها اثنين عديت 30 ثانية برد ارجع زي ما بديت اللي هي الاطالات زي ما بديت طبعا بدايه الفيديو يختلف عليك. اشكر الجميع متابعة الفيديو لا تنسانا بلايك من عندك على صفحتنا على اعجاب على صفحتنا قوة صحتي على الفيسبوك او فهد القمر على اليوتيوب تعمل شير للحلقة واي سؤال اي استفسار ان شاء الله انا جاهز تدور بالحلقات الجاية طيب التمرين تحتاجه اكتب لنا في الكومنت تحت ان شاء الله انا جاهز.